فولي هاي الدراجه على 350 وبيها مجال مال البصره. شنو رايك حجيبي؟ زين. لا هذا اه الله يحفظك. شوفوا لي هاي المازدا على 1000 دينار. عندكم ذني دبلات مال الانترا بيش ذني؟ شوفوا لي هذا المثلث هذا على 5000 دينار. بيش هاي الزحليقه؟ هاي على 20000. وذني بيش؟ يا هلا شوكم اصدقائي، اليوم جوله جديده بسوق النهضه لبيع الاغراض المستعمله في بغداد. اليوم ان شاء الله راح نعرض لكم اغراض جديده. اهم شيء توصلون هذا الفيديو الى 5000 اعجاب وتكملون الفيديو الاخير لان في شغلات لاول مره. مثل ما تشوفون هذا الشارع خاص بالعدد اليدوية والأدوات الاحتياطية مال السيارات، دبلات، كل شيء موجود هنا. هاي هنا المعارض تصير دائما. هذا الشارع مال المعارض منا ممتد لحد السنك. تعال شوف هذا الويل، بيه سعر هذا؟ هذا ويك اب مال بايسيكل على 15000. عندكم ذني الزوج على 20000. شلونك حبيبي؟ كذا ساعات عندني؟ والله مو سولف على 50 دين، على 60، على 75. يعني 50. من 60 الى 70. هذا الابيض بيش؟ هذا الابيض 60. 60. وهذا الاصفر؟ 55. وهذا؟ 50. هاي كل انواع الكيبلات موجوده. بيش هذا البايسكل سعره؟ 100. عافيه، والله بايسكل. شلون تايرات هاي؟ هاي الوردة انباعت على الفحص على 40000. بالعافية. بيش ذني الاستيكات؟ على 5000 دينار. هاي هنا الاجواء سوق النهضة كل جمعة. هذا الشارع اللي قلت لكم عليه من المعارض مال السيارات الى ساحه الخلاني والسنك. مثل ما تشوفون هاي الاغراض اللي موجوده يبيعوها. هذا الجك هذا سعره 15000. اغراض مال السيارات. احنا حنمشي ونصور لحضراتكم اللي موجود نصوره. عجينا بيش هذا؟ الله يخليك. هذا شغال بطاريته هاي وشاحنته. بيش هذا؟ 30000. والجريل هذا عمو؟ هذا ب 20. 20. شوفوا لي هاي المازدا على 1000 دينار. تنزيلات ب 1000 دينار. تنزيلات 24 فولت. على المازدا، على المازدا اليابان. عندكم ذني اغراض مال البناء، هاي الكرك، هاي الطوس. هذا المثلث اصدقائي دائما تلقون به عدد اليدويه والادوات الاحتياطيه مال السيارات، وكل شيء بسعره مثل ما تشوفون من الصغار للكبار. هذا دريل ثابت، هذا 125. شلونك عمو؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. الله يعزك. الله يحفظك ويخليك. بيش هذا الحبل؟ 2 بـ5. 2 بـ5. هذا باله؟ باله، هذا باله مال البصره. شنو رايك حجيبي؟ زين. لا هذا اه الله يحفظك. شوفوا لي هاي الدراجه على 350 وبيها مجال. ايش قد تليفونك؟ 77. تعال 077 11 11 38 55 19 19. اذا احتاجيتوا هاي الدراجه خابروها بيها مجال، خابرو وبيها مجال. وذني العرباين؟ ذني على 25 بالبداية وذني على 15000. كلش حلوات. السلام عليكم. عليكم شو السلام. شلونك؟ أنا أصغر متابعين. شلونكم؟ الله يحفظكم إن شاء الله. الله يوفقك حبيبي. تحياتنا. الله يكرمك. شوف هالبستيج قد رخيصة. زايد بألف دينار، زايد بألف دينار، فرجوا معجون بألف دينار، سفرة مالك بألف دينار، تشيز مال النفايات بألف دينار. اكلنس مال المطبخ بألف دينار، اكلنس عادة بألف دينار، قاصر الوان بألف، قاصر بيضات بألف، فطر زهاب بألف دينار، دبة زهاب الفرص، دبة زهاب الفرص، صابون زيت الزيتون 4 بألف، صابون دبل بألفين دينار، صابون أبو العلبة بألفين دينار، شامبو بألف دينار، مكين. حجر بالا ياباني بـ500، حجر بالا ياباني بـ500. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ ايش قد سعر ذني؟
ذني على 15 وذني على 10,000 دينار. هذا الماطور بيش 15. هذا البايسيكل 35. شلونك عمو؟ شلون صحتك؟ حجي هاي الطفايات بيش؟ على 15,000. عندكم ذني دبلات مال الانترا بيش ذني؟ بيش حجي؟ 5؟ ذني على 5,000 دينار. بيش هذا الجك عمو؟ هذا على 15,000. ما شاء الله. ذني شنو ذني عمو؟ ها؟ عنابير؟ بيش ذني؟ على 10,000 دينار. شوفوا لي هذا المثلث، هذا على 5,000 دينار. بيش هاي الكوسرة؟ كوسرة بيش؟ زين. هذا دريل؟ ذني بيش ذني؟ 70,000. وراجز على 5,000. أصدقائي هذا الشارع أنا مو دائما أجيل الأخير، بس اليوم راح أصور لحضراتكم. عندكم ذني ستاربكسل على 40,000. شلونك أبو علي؟ أبو علي أرقى بسطية القرطاسية بسوق النهضة وأرخص بسطية همية. بيش الدفاتر عمو عندك؟ ليش؟ الشغلات مو عادية. مثلا؟ عندي السنسلات بالزرق. وين؟ يلا ما أدري بيعه بخمسة أنا بيعبلها. وينه وينه شوفنا؟ ما جوينا أنا أوزع جملة بالسوق كله. ها؟ هذا بخير والله. ما شاء الله. أدعي لك مال هدايا درزن بلف. درزن. ما شاء الله. أنا مالك ما عدد لك؟ إيه. الله يحفظك، جاي هنا أنا قرطاسية. الأقلام بيش؟ الأقلام بيش؟ أقلام عندي سانفورد جفرمنت. إيه. درزن بلف. درزن بلف. هذه ما شاء الله. جلابة بلاش بلاش هنا يبيع طبعا بصراحة كلش رخيص. بيش هاي الزحليقة؟ 20. هاي على 20,000. وذني بيش؟ ميز على 10. شلون؟ على 10,000. ميز على 10,000 دينار. ذني مال مكيف؟ مال مكيف على 15. ذني على 15,000. تعال نشوف الحاجة ب 500. حاجة 500. هاي عندكم هذا دبافيس على 500 دينار. هاي الفرشة. حاجة 500. هاي عندكم ثلاثة ب 2,500. حاجة 500. حاجة 500. هاي همين البراين. حاجة 500. حاجة 500. حاجة 500. شوفوا لي هاي البسطية حاجة بلف. زين. ذني كلهن على 1,000 دينار القطعة. شروخ مال العرباين، مقابض مال يدات، براين كبار. عندكم ذني البايسكلات مال الأطفال ذني على 15 وهذا على 25,000. لا انا بسطية استاذ صادق. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ اذا ايش قد اسعارهن؟ هذا 120,000. 120. هذا نفس الشيء؟ 100,000 هذا. زين. وهذا؟ هذا على 130. هذا على 130. هذا بيش؟ هذا 220,000. 220. وهذا الفيصل على 225. وهذا الفيصل 225. وهذا؟ هذا الارسطو ذني خواتف فيه. ايه؟ على 240 متر. هذا الجديد بيش؟ هذا 140. 140. هذا بيش؟ وهذني على 200,000 دينار يو ان اير المصري. هذا سبع ستين وسبع اسود وخوات. هذني الاشتارات هذا 160 وهذا 170,000. زين. هذا بيش؟ الديلوكس المصري 200,000 دينار بنجار. هذا الفريش 240 وبي مجال. هذا بيش؟ هذا القريازيات على 280 وبي مجال. هذا القريازي بيش؟ 280 وبي مجال. استاذ صادق اللي يجيك من طرف يدير بالك عليه. بيع وشراء؟ بيع وشراء تفتيش كافة انواع الطبقات. ايش قد تليفونك؟ 0-7-0-3-4-5-9-5-0-1. هاي هنا كل جمعة مقابل محطة وقود النهضة المشيدة. هذا ميز مال التلفزيون كلش حلو، هذا سعره 100,000. خلينا نشوف صاحبنا رحيم. السلام عليكم. شلون اغاتي؟ شلون صحتك؟ بيش هذا السبلت؟ هذا سعره 80,000. زين. هذا البايسكل بيش؟ 125. هذا بيش كاونت اب؟ 200. هذا التخم شنو ابو؟ 10 مقاعد؟ 500.
هذا كلش حلو. هاي الثلاجة بيش 140 تجميل فوق نظيفة. هاي الموردة بيش رحيم بثمانين. ايش قد تليفونك؟ ايش قد تليفونك؟ 077 11 3 مكرر 7 5 9 6. اذا احتاجيتوا من هاي الاغراض اتصلوا علي ان شاء الله ما يقصر وياكم. ممنونك. هذا السبلت، هذا الجيبسون على 150 ألف، هذا جدا نظيف. وعدكم هذا المكيف، هذا على 200 ألف. هاي بيش، هاي كومبيرا 70، وهذا التلفزيون 150. ايش قد تليفونك؟ 077 0 5 7 4 2 مكرر 0 9. ممنونك. هذا التلسكوب، هذا على 35. الفغاتي شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. هذا بيش، هاي التحفية، هاي 30، وهاي الطبلة، هاي الطبلة صاج بورمي 75 ألف. زين، هذا السبلت بيش، سبلت طن واحد على الكهرباء الضعيفة 175. هاي المرجوحة عش العصفور، هاي العش العصفور 90 ألف. هاي على 90 ألف. جد أسعار ذي الجيكات؟ والله مو سوى يعني بسعره من 15 وانت صاعد ما شاء الله، ما حسب السيارة. وذني بيش، هذني يبدي سعره من 25 وانت صاعد. منقنة، منقنة، هاي المنقنة على ايش قد؟ من 25 وانت صاعد. صاعد. وذني بيش، هذني يعني هم مو سوى يبدي سعره من 7000 وانت صاعد. ناعق يدوية، هاي الجكات، كل شيء موجود هنا. بسطية ذو الفقار، زين العابدين، زين العابدين، بسطية زين العابدين، كل جمعة بسوق النهضة. شلونك عمو؟ شلون صحتك؟ أرقى بسطية ثلاجات بسوق النهضة. هاي ايش قد سعرها عمو هاي؟ 405. هاي كلش حلوة. زين، وهاي عمو بيش؟ هاي 350. هاي 350. طبعا هاي يمكن تسوي هنا مكعبات ثلج كلش راقي. هاي الهيتاشي عمو السوداء؟ هاي 450. وهاي عمو الهايسنس، هاي بيش؟ هاي 450. عمو ذني بيهن ضمان؟ ضمان اكيد. زين، هو بلاقي مجهز على الضمان. عندكم هاي على 250، وهاي ايش قد سعرها عمو؟ هاي 350. هاي 350 وجوه مجمده طبعا مال لحوم. زين، وذني اسعارهن اكو بيهن 100 واكو بيهن 300 ألف. هاي الرصاصيه بيش عمو؟ هاي على 300 ألف. ذني العارضات عمو؟ على 250. هاي مال المقبلات بيش؟ هاي 250. وذني؟ ذني على 175 و200. على 175 و200 ألف. عندكم ذني المكيفات جد اسعارهن؟ على 200 عموما. على 200 ألف. هواي وصوني على عارضات مال اسواق، ابو احمد عنده ذني العارضات دائما يتواجدن. بيش اسعارهن ذني عمو؟ بالنسبه مول بابتين 400. ايه، مول باقي على 200. بابتين ب 400 والباقي على 200. ابو احمد هم عنده كاونترات، بسطيه ثانيه مال كاونترات. خلينا ناخذ بس ذني مثال. بيش هذا عمو الاحمر؟ هذا 250. 250. وهذا بيش؟ هذا 150. 150. وهذا؟ هذا 150. شلون ابراهيم؟ شلون صحتك؟ بيش ذني؟ هذا حجم 24، 2 ب 15. زين، والاكبر منه؟ الاكبر منه هذا 45. بيش؟ 45. واحد ب 45؟ لا، قطعه ب 15. قطعه ب 15. زين، وهاي الطاوات؟ الطاوات اليوم هاي وجبه جديده ثقيله شوي. ثقيله؟ ثقيله اليوم وجبه جديده. والله شوفنا؟ هذا اليوم هاي قطعه ب 10، كلش ثقيله. هاي قطعه ب 10. قطعه ب 10 ثالث. هسه هم يجون يقول لنا يابا تبغى عرضه ب 8، ما فيش الوجبه خلصت، هاي غير وجبه. واضح. كل جمعه يجيب وجبه. كلها على 10. هذا خالد. استاذ علي ذني تخمين ونص. هذا تخم 7 مقاعد. ذاك النص. وعندي هذا تخم بس لانه. بيش هذا؟ استاذ علي هذا 350، 350 ب 175. هذا خالد الابيض. استاذ علي هذا مصري، هذا كله حبر. هذا كله حبر ترى. زين. ما اشترى ضابطه 100%. انا فيها اربع كراسي، سعره 550 دينار. زين. هذا عندنا استاذ علي، هذا المصري، هذا قناتين وثلاث كراسي، هذا سعره
550. هذا استاذ علي، هذا التخم عباسي، هذا قناتين اربع كراسي ولا باليون، هذا سعره 225 دينار. هذا استاذ علي يومين ناشر والله. الله يحفظك غاتي، الله يعزك استاذ علي. هذا 3000 وكرسي، هذا كله بلوك منتج زين. اي هذا كله عد فحص، اذا مو بلوك موجود سعره 400 دينار. وهذا خالد استاذ علي، هذا النص تركي اربع مقاعد، هذا هذا نوع من إيه؟ هذا سعره نهايته 150 دينار. ذن الطبلات هذه استاذ علي، هاي الطبلات يعني عليها طلب متداخل، جبت لهم متداخل، هذا كله متداخل. هذا سعره سيت نهايته 40 في الوان اللي انت على 5. وهذا الميز استاذ علي، هذا الميز كله صار، هذا ميز وست كراسي، عندك ذن الكراسي راسيات في اليد سعره 300. ايش قد تليفونك خالد استاذ علي؟ 0770 5361 6.